السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في الموضوع مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام، الموضوع عن تصدر العراق الدول العربية بعدد وفيات فيروس كورونا. طبعا العدد تجاوز 5400 وفاة، والعراق يأتي ثانيا عربيا بعد المملكة العربية السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا. لماذا وصل العراق إلى التصدر بالدول العربية بعدد الوفيات، وما الأسباب التي جعلت العراق يصبح الثاني بعدد الإصابات، وكيف تتابعون أو تقيمون تعامل الحكومة في بغداد مع الوضع الصحي أو الموقف الصحي في العراق، هذا الموقف الوبائي؟ كيف تتابعون موقف وزارة الصحة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا في العراق؟ وكذلك سنتطرق إلى جزئية قد يعني تثير البعض، لكنها بالنهاية يجب أن تطرح طالما أن هناك شخصيات تمجد وتعظم وهي لا تقدم شيئا للشعب العراقي. طبعا وزارة الصحة، بالحديث عن اليوم، وزارة الصحة في العراق أعلنت تسجيل 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة فقط. الوزارة قالت إن حصيلة الإصابات الكلية ارتفعت إلى 156995 إصابة بعد تسجيل 3396 إصابة جديدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5531 حالة وفاة بعد تسجيل 67 حالة وفاة جديدة. إذن العراق الأول عربيا بعدد الوفيات والثاني عربيا بعدد الإصابات بفيروس كورونا. السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. أبو علي، سيد أبو علي، فقدنا الاتصال مع السيد أبو علي من بغداد. مشاهدينا الكرام، نود أن نتابع مع حضراتكم الآن مقطع طبعا تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في قضاء السنية في محافظة القادسية، أو السنية في محافظة القادسية لا يوجد أطباء. وطبعا هناك حالة ستشاهدونها الآن، وهي عملية ربط يد مصابة بالأكياس النايلون، أكياس البلاستيك، يعني بدل أن تربط بالشكل الصحيح بالبلاستر الطبي أو الشريط اللاصق الطبي كما هو متعارف عليه في العالم. دعونا نشاهد هذه اللقطة. زين يا وزارة الصحة، خلي تشوف الناس، خلي تباوع طوارئ، جتش كبرها، قضاء السنية، كل شيء ما عندهم، لا بلاستر، لا كل شيء ماكو، يقولون صار شهرين بدون بلاستر. شنو قيمة البلاستر؟ زين؟ خل تسمع العالم وخلي تشوف منو منها مسؤول بالسنية، منو مدير طوارئ مال السنية، منو مدير مستوصي، خلينا نفتيه منو، إلنا نروح، إلنا نراجع. زين؟ يقول البلاستر ما عندنا، لو أبسط الأمور البلاستر، يقولون ماكو. ما اعرف بعد شلون، ما عاد لمن نروح لمن نشتكي، ما اعرف. بس الابره قلنا ما يخالف، ابر ماكو، علاج ماكو، بلاستر ماكو، الكانون ايش ذهب علاجك، صايره هاي دائره. طبعا كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، هذه المهزله في القطاع الصحي في العراق. لا يوجد مستلزمات طبيه، ابسط الاحتياجات الطبيه لا توجد في المستشفيات. نتساءل عن الاسباب التي تدعو إلى جعل مستشفيات العراق بهذا الحال المأساوي.
جعل المراكز الصحية، المستوصفات، الأماكن التي يتوجه إليها المواطن العراقي للحصول على العلاج، لماذا هي خالية من هذا العلاج؟ لماذا هي خالية من أبسط المستلزمات الطبية في بلد انتعشت ميزانيته على مدى 17 عاما لتتجاوز وفق ما أعلنت الحكومة أكثر من تريليون دولار أمريكي؟ لماذا هذا الحال المأساوي في القطاع الصحي العراقي؟ السيد أبو علي من بغداد عاود الاتصال مرة أخرى، تفضل يا أبو علي. الله يسعدك. حياك الله. أهلا وسهلا. أستاذ محمد، بالنسبة للكورونا بس ربك الله سبحانه وتعالى يعني خلصنا من عندها. نعم. إحنا شنو مستشفياتنا هنا تعرف أنت الوضع، أو مو هسه يعني شغلة قديمة، هاي مستشفيات تعبانة. نعم. مستشفياتنا تعبانة بشكل هنا بالعراق. فتشوف الله أنت عندنا واحد أحد أقاربي خطيئة ذاك اليوم هم بي هذا الكورونا بالبيت، بعدين قال لي عرفت نزول لهذا، وهسه لحد الآن خطيئة أموره يعني شوية تعبانة. نعم. ويم الله حتى ليعطوهم علاج وشغلات هاي واكسجين ونايم بالمستشفى لحد الان. برايك يا ابو علي، برايك يا ابو علي ليش وصل العراق الى المرتبه الاولى عربيا بعدد وفيات فيروس كورونا والثانيه عربيا بعدد الاصابات؟ استاذ الحديد هنا ما في التزام، الله يخليك، تعال شوف هنا احنا اهل الحاصمه، وتعال شوف ما يلتزمون العالم مع الاسف، يعني اللي تجيب عليه شرطه ويقول له يابا تعال يا فلان، نعم تعال او سوي كذا، يابا انت هذا الشيء ما يصير وهذا الشيء غلط، فاحنا نعم. احنا ما عندنا التزام ابد والله العظيم. طيب انا اريد اسالك يا سيد ابو علي، العراق طبعا. العراق الان التقارير الدوليه تقول بان العراق بنسبه فقر ناس تحت خط الفقر تجاوزت 40%، والحكومه تقول 50% من الشعب العراقي هو تحت خط الفقر، يعني ناس ما عندها تاكل. طيب هذا من تجي الحكومه تفرض عليه حظر تجوال وتحبسه بالبيت، هذا شلون حياكل ويشرب؟ لا هو المفروض الدوله هذا تسوي له فد شيء راتب فد منحه، اتذاكر نعم. لو احنا قاعدين انطونا شهرين مدري ثلاث شهور الا انطونا 150,000 نعم. يعني 150 شو نسوي؟ نقول الحمد لله شهرين من جلسه سنتين، يعني هذا انطونا اياها، فالمفروض يعني الدوله ترفع بيهم، يعني هو حساب الثاني يعني ما ادري سياسته مخربطه، يعني ما تعرف شنو ما شنو، مره يروح حيتي مره يجي ميتي، ما عنده يعني كانما رئيس وزراء ينظم العراق نعم وينظم امور العراق، يعني نعم. حتى شغلته كلها مخربطه، مره يدز على المظاهرات، مره يكسر المظاهرات، مره يدز ما ادري من هو، مره فشغلاته يعني ولا كانما رئيس وزراء، انت بلد من تي تعبان، نعم. انت شنو هالشغلات هاي تسويها هسه انت؟ يعني نعم. شغلات ما معقوله نهائيا، يعني تصرفات ولا كانما رئيس وزراء. محمد. نعم. يعني هسه شوف هاي الوضعيه هسه اللي تشوفها داخل يوميا على المظاهرات، سووا المظاهرات وسووا تعال وذاك يجي وضربوا المظاهرات، نعم. راح المظاهرات نعم. وماكو فائده يعني كل شيء ماكو. طيب يعني ذاك اليوم واحد هذا لازم اعتبر به هذا الحرامي الباقي اللي الدراجه هذا دز عليه، هو الشرطه ماسك الاجهزه الامنيه قد ضربته وبعدين دز عليه، هو حرامي. يعني هو هذا كلام لم يثبت ابو علي، هذا الكلام لم يثبت انه هو لص. لا احنا انا موجود جماعه هناك اللي صار هو صار ابو علي اللي صار انه هذا الولد سحبوه من ساحه التظاهر، اعتدوا عليه، شتموه بامه، وطبعا صوروه اللي هي قوات حفظ القانون هاي اللي طلعت اللي هي مؤسستها هاي الدوله، اعتدي على واحد بعد ما واصل 18 سنه وتتجاوز عليه بالالفاظ وتهينه وتعذبه، هذا هسه عنده استعداد يقول لك انا فجرت بيروت اذا واجه هيك تعذيب وهيك اهانه. هو شنو استاذ محمد؟ هو هذا شغله هم ذول باب الشر تعرفهم انت، ذول اكثرهم ناس مكسله وناس دايخه وناس تنام بالشارع وناس تنام عايزه اهلها بالمحافظات، وجاي تدري ساعه التحرير تكر مع محافظات نايمه بالخيم وبالهذا ابو يعني علي ابو علي ابو علي لا لا بس اسمح لي انا ما فهمت منك، ناس مكبسلة وناس كذا علي من ده تقصد؟ قصدي هاي العالمية هسه هاي اللي تسوى شغلات ماكو يعني يا شغلات ابو علي مكرر. كلامك وضح كلامك ابو علي وضح كلامك، الناس اني من ضمن الناس ما افهم على منو ده تقصد هذا الكلام؟ قصدي احنا ذول اللي هسه ماكو باب الشرج يقصدكوا بيهم ماكو، يعني سووا المظاهرات يقول بالمحافظات وسووا المشاكل بالخيام مال المظاهرات.
يعني انت اذا تتهم اللي موجودين بالخيم والموجودين بالتظاهرات ان هم يكبسلون ويسوون مشاكل؟ اي لا تفضح انت محمد، انا طيب. انا جبتهم بعيني. معلومتك ما اقول لك انا جاهز. معلومتك حالي. معلومتك ابو علي ابو علي ابو علي من المحافظات استاذ محمد. طيب ابو علي جاي من الناصريه وجاي من البصره والعماره ساكن طيب. ببارك ابي يعني انا جبتهم بعيني، ما قلنا لك فلان قال وصاحبي قال انا بعيني جبتهم. طيب ابو علي معلومتك معلومه غير دقيقه اولا، لانه حضرتك الكلام اللي تتفضل به هو طعن لثوره تشرين بشكل عام. اللي تقوله هو كلام غير صحيح، كلام غير دقيق، يا ريت تراجع نفسك. المحاولات السلطويه والميليشياويه لتخريب صوره الثوره وتخريب صوره المتظاهرين المعتصمين، تشويه، يبدو انه بشكل او باخر حضرتك انجريت لهذا الشيء. راجع نفسك يا سيد ابو علي، واللي تتهمهم ضحوا وقدموا أكثر من 3000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح وبيهم معاقين وبيهم مخطوفين ومغيبين. هذا الكلام كلام غير دقيق، دا تتهم حضرتك ودا تطعن بثورة هدفها إسقاط نظام وإعادة هذا الوطن إلى أبنائه. قد تكون هناك حالات سلبية نعم، لكن لا تعمم هذه القضية ولا تقول لي النسبة كبيرة منهم. هذا كلام غير صحيح. ذولا اللي المكبسلين واللي يتعاطون المخدرات مكانهم مو مكان ساحات التظاهر اللي تقدم شهداء وتقدم جرحى لغرض استعادة وطن. ذولا أماكنهم في الأماكن المظلمة وليست الأماكن المكشوفة واللي دي يتصدون بصدور عارية لرصاص القوات الحكومية والميليشيات. أبو طه من بغداد تفضل. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية خاصة لك ولقناة الرافدين. أهلا وسهلا استاذ محمد. بداية حديثنا على الأخ أبو علي المتصل القربي، نعم، يتهم المتظاهرين بالمكبسنون وكذا. أبو طه، سيد أبو طه، حتى لا نأخذ من الموضوع أكثر من ما يستحق، موضوعنا اليوم عن القطاع الأزمة الصحية بالعراق، بس أريد من حضرتك إجابة سريعة أو إعطاء رأيك بكلام السيد أبو علي. لا، كلام سيد ابو علي كل صح ما له. ذول المتظاهرين تاج على الراس، تاج على الراس، نعم، اللي ضحوا بدمائهم وبحرها وبردها زين، نعم، وقلبه والطريقه السياسيه زين، ذول يتخلون على الراس. نعم، خلي الاخ ابو علي يراجع معلوماته. نعم، وبالنسبه للقطاع الصحي عندنا، نعم، زين، كورونا وما اعرف شنو، نعم، اهمال 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 من الدوله، نعم، زين، يعني قبل ساعه انا كنت اتفرج على قناه دجله، نعم، مواطن بالبصره واقع من القريوله مصاب بكورونا ومتوفي، نعم، وما حد يمه. هذا الاهمال اللي بالعراق اللي يصير. نعم، وين الوعود؟ وين الوعود اللي طاح مصطفى الكاظمي؟ نعم، وين الاموال اللي صرفت على الصحه؟ نعم، كلها ماكو، كلها تجيب الفاسدين. نعم، حتى هم يشوفون. نعم، يعني تعبونا سيد، تعبونا والله استاذ محمد. سيد ابو طه، اكو معلومه طبعا اريد اقراها، هو خبر حقيقه اريد اقراها لحضرتك وطبعا للمشاهدين الكرام، واتمنى الناس تشاركني بالبرنامج وتعطيني رايهم بهذا الموضوع، لانه موضوع غريب للغايه حقيقه ويثير غضب العراقيين بشكل كبير. قبل فتره، قبل تقريبا يعني شهر، تحدثنا عن موضوع ان المرجع الديني السيستاني، مرجع النجف، قام بالتبرع بـ1.5 مليون دولار امريكي الى ايران لمساعده مرضى القلب في مدينه قم. وبعد ذلك قام مكتب السيستاني ببناء أكبر مستشفى في مدينة قم الإيرانية، وتعتبر واحدة من أكبر المستشفيات في إيران لمساعدة مرضى السرطان ووجود كادر أو طاقم كامل من خبراء الطب النووي. وطبعا اليوم نزل خبر جديد وهو تصريح على لسان رئيس لجنة الصحة في مجلس الشورى الإيراني حسين علي شهرياري، قال بأن المرجع السيستاني تبرع بمليار دولار لمساعدة إيران في مواجهة أزمة كورونا. ليش العراقيين ما يستحقون؟
ايراني استاذ محمد، اصبع ايراني ولاء الايران. هاي الاموال اللي قاعد تتبرع بها المرجعيه الايران زين، مو الشعب العراقي اولى بها زين، يتبرع بها زين، هو مرجع ديني ورافض الاحتلال ورافض الامريكان، ليش يتعامل بالعمله الامريكيه؟ طيب ليش ما يتعامل بالعمله العراقيه؟ انا اشكرك يا سيد ابو طه، اخذت راي حضرتك بهذا الموضوع. معنا سيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. بيك استاذ، اريد احكي واشارك، اعطيني فرصه الله يخليك. تفضل. استاذي بالنسبه للتبرع السيستاني، المفروض يتبرع للعراقيين اللي في المخيمات، اقصد النازحين. نعم. يطالب بعوده النازحين لاوطانهم. نعم. وكذلك ايضا يطلب من مثلا البرلمان والحكومه ان يوظفوا العاطلين عن العمل ولو بنصف راتب يا استاذي. نعم. ايضا يا استاذي بالنسبه لفيروسات كورونا، احنا كذلك دول الخليج نعاني تزايد وتكاثر كورونا وفروخها يا استاذي عندنا بالخليج، يعني مش بالعراق وبس، هذا مرض انتشر يا استاذي. وكذلك يا استاذي بالنسبه، انا سمعت طيب عندنا يقول ان المغتربين، حبيت تجاوب لي على هذا السؤال الاخير. سيد عندنا بالكويت يقول ان المغتربين خارج العراق هم الذين اخذوا مليارات العراق وشردوا. تحياتي لك يا استاذي. شكرا يا سعد. طبعا هذا الكلام يعني اكو هناك فعلا من سرقوا اموال العراق وخرجوا، لكن المغتربين وهم نسبه كبيره طبعا من البسطاء، من يعني ضباط سابقين، من كفاءات عراقيه، اطباء، مهندسين، معلمين وكافه الاختصاصات، هربوا خوفا على حياتهم وحياه ابنائهم الى الخارج من بطش ميليشيات ومن بطش فرق موت واغتيال وذبح على الهوية وقتل طائفي وفقدان الدولة لسيطرتها على الميليشيات وانهيار النظام القضائي والقانوني الذي بموجبه يحاسب المذنب. وبناء على هذا الكلام خرج الكثير من العراقيين. حضرتك وغيرك تشوفون الشباب العراقي يجازف بحياته ويخاطر في المياه للوصول إلى أوروبا من أجل الهروب إلى حياة أفضل. لو كان يملك المال لما خرج بحثا عن اللجوء، وهم بمئات الآلاف طبعا، غير اللي طلعوا من بداية الاحتلال وأثناء الحرب الأهلية الطائفية اللي صارت بالعراق، اللي ناس طلعت خوفا على حياتها وحياة أولادها. هذه النظرة نظرة خاطئة. الأموال تسرق في جيوب الفاسدين، ولو تنعم بها الشعب العراقي لما خرج أحد من بلده، لما خرج أحد من العراق. أحمد من صلاح الدين، تفضل. من سامر، يا سامر وين سامر؟ تفضل أحمد. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك عمري؟ الله يسلمك. بخصوص كورونا يا عمري. نعم. شوي راح نطلع من الموضوع، احنا بخصوص كورونا، أنت الأستاذ مصطفى الكاظم. نعم. ما هو مجال، يعني هي استلم العراق عباره عن اتراك، انت ما تريده بيوم وليله يسوي لك ويطيك ويوزع ويطيك، قدم الرجل، قدم اللي جاي يسوي، جاي يبني، جاي يسوي اعمار، بس اللي دار مدار ما يخلونه يشتغل. من هو هذا؟ من هو؟ من هو اللي دا يسوي اعمار ودا يبني؟ ايش سوى؟ ايش عمر؟ ايش عمر يا احمد مصطفى الكاظمي؟ يا عمر هو جاي يشتغل. مو قاعد بس شو اشتغل؟ قول لنا شو اشتغل حتى احنا بنشوف نعرف. التعيينات اللي رجعهم المن رجع؟ المن رجع يا احمد؟ اهالي جرف الصخر؟ بس اسمح لي، المن رجع؟ احمد لا تقعد احمد، سيد احمد، لا حضرتك لا تقعد تطلع تشوه المعلومات والصوره. اهالي جرف الصخر، اهالي جرف الصخر صار لهم 6 سنوات مهجرين، المن رجع؟ 6 سنوات. انا اقول لك رجع التعيينات اللي بيت يعني تكريت سامره، صلاح الدين، الموصل، كلها رجعت. طيب اللي عنده قضاء، اللي عنده قضاء شارك ويدوعش، هذا ما رجع، هذا قاتل ابن الشعب، شلون انا ارجع؟ طيب يعني طيب رجع تعيينات بمحافظه صلاح الدين،
طيب وين الدول بالمستشفيات؟ ليش المعتقلين الابرياء ما يطلعون من السجون؟ ليش الميليشيات ما ينسحب منها السلاح؟ يعني حضرتك شايل هم او كل همك الوظيفه؟ مو هم الوظيفه، اللي هو الرجل استلم العراق عباره عن تراب. اي ما عنده مصلحه على هالدين يقول له اطلع اسوي لي. طيب لا شغله ولا شغله. طيب لازم يشتغل درجه رجل. احنا مو لزمة اذا اعطيك بيت انت مبلش كمل رجلك بالست اشهر. نعم نعم. بينما دوله كامله شلون يكمل؟ طيب انا اريد اسالك سؤال يا سيد احمد، انا اريد اسال حضرتك سؤال. انت عندك بيت، انت عندك بيت وجدت ميليشيا فلشته. حضرتك تروح تجيب نفس الميليشيا حتى تعمر لك هذا البيت؟ هي الفلشته، هي الفلشته يا اخي. مصطفى الكاظمي اول ما بدا بسم الله الرحمن الرحيم راح الفالح الفياض بمقر ميليشيات الحشد وسلم عليه ولبس لبسهم. ولا تقول لي ولا اقول لك ايش تسوي الميليشيات بمحافظه صلاح الدين. الناس اللي يتصلون بينا من محافظه صلاح الدين يشكون ويبكون من الميليشيات وفعائلها، خطف واعتقال وابتزاز. حضرتك وين عايش؟ سمر. وين عايش؟ اي شلون ماذا تشوف الميليشيات ايش تسوي؟ شلون تريد من مصطفى الكاظم يصلح وهو اول ما بدا بسم الله حط ايده بيد الميليشيات؟ شلون تريد لهذا الشخص انه يصلح؟ ما حاط ايده بيد الميليشيات راح وشذنا اعتقل البلد مقر حزب الله. شلون؟ اعتقل البلد بالمقام بالمزرعه مال حزب الله واخذهم من الصدره. هي اللي داير مداره ما خلوه. ومنو قال لك انه هو ما قتل وما انتهك؟ في فتره حكم الكاظمي الشهر الاول من حكم مصطفى الكاظمي لما طلع ووعد بايقاف العنف ضد المتظاهرين حدث اكثر من 23 انتهاك، منها اعتقال واغتيال وخطف وعمليه اعتداء دهس بالسيارات صارت بالناصريه. يعني ما افهماني انت شلون تريد حضرتك من شخص انه يصلح وهو اصلا جاي وفق نظام المحاصصه الطائفيه، الاحزاب هي اللي جابته. سيد احمد من صلاح الدين انا اشكرك، قدنا الاتصال. مصطفى الكاظمي خرج وفق نظام المحاصصه، الاحزاب هي اللي جابته. حضرتك من تقول انه هو ما عنده المصباح السحري ويحتاج وقت حتى يصلح، طيب غير يبدا بدايه صحيحه؟ طيب غير يكون قادر على تحقيق الوعود اللي يعطيها للناس وما يعيشهم بهاي الاحلام والاوهام؟ اول ما بدا بايقاف العنف، والعنف استمر لغاية هذه اللحظة، يستمر العنف ضد المتظاهرين ضد العراقيين بشكل عام. القطاع الصحي شوفر للقطاع الصحي مصطفى الكاظمي؟ طيب هاي صار لها 3 أشهر بالحكم، شوفر للقطاع الصحي؟ احنا بلاستر طبي اللي مسك الأماكن الوضع إبرة المغذي ماكو، ما عندنا بالمستشفيات، ما موجودة أكياس الدم، غير موجودة انابيب الاكسجين، غير موجوده. طيب الميليشيات منتشره في العراق، لديها سلاح، لديها نفوذ، لديها ارهاب تقوم به ضد المواطنين. شنو اللي حققه مصطفى الكاظمي؟ القى القبض على ميليشيا حزب الله وطلعوا بعد مده قصيره جدا براءه بسبب غياب الادله، عدم وجود دليل كافي. طيب واللي صار بالبصره، ميليشيا ثار الله اغتالت قتلت شاب متظاهر وأصابت الكثيرين ورجعوا لمكتبهم ما عندهم أي مشكلة. شلون تريد يصلح؟ شنية البداية؟ شنية البداية اللي المفروض يبدأها مصطفى الكاظمي؟ صار له 3 أشهر، شو وقت يبدأ البداية الصحيحة؟ إذن مشاهدينا الكرام، طبعا كما قلنا القطاع الصحي قطاع منهار، العراق بلد اقترب من الإفلاس، وتوجد شخصيات تتبرع بمليارات إلى إيران، شخصيات ينظر لها بعض العراقيين على أنها القائد وأنها المرجع وأنها المنقذ. طيب اللي يموتون بالنجف واللي يموتون بكربلاء واللي يموتون بجنوب العراق وشماله وغربه وشرقه، ذولا مو عراقيين، ذولا مو بشر يستحقون الدعم؟ المليار دولار اللي أرسلها المرجع السيستاني إلى إيران لمساعدة مرضى فيروس كورونا، أليس العراقيون أولى بهذه الأموال لتنفق عليهم، لتنفق على القطاع الصحي، لشراء المستلزمات الصحية، لإطعام الفقراء؟ لو الموضوع إيران أولى. السيد حسين من بغداد، تفضل يا حسين.
السلام عليكم استاذ احمد العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يخليك، اشكرك على استاذ احمد. الله يسلمك. هي مو فلوس، الفلوس اللي متبرع بها العراق او لا، احد يعني انوه بس يعني ترى الفلوس فلوسه، هي مو العراق او لا، فلوس فلوس. يعني مثلا يومين جاب شلون شلون المليار، المليار او مليار وكثر، منين جاب والله الفلوس فلوس ترى. أي. هو مو العراق او الذي، لا مو العراق او الذي، هي فلوسنا. نعم نعم صح لو غلطان. نعم عنده راتب يشتغل في هالشغله يمنا يصرخ الهفتين حتى اذا عنده انت مليار وشويه. نعم صح لو لا. وبالنسبه للقطاع الصحي نعم، من يسوق ومن يطلع برا يشتغل، اللي يبيع يبيع التخدير ويبيع الاكسجين الصيدليات، كان يقول سوق توسع. كان يقول مثلا اكو ناس اعرفها اكو ناس ترى تبيعها من المستشفى، يجي الحصه. نعم المستشفيات الحكوميه تجي حصه للمواطن، او خلينا نقول حصه لهي المستشفى الحكوميه، المغمد يشيل الصفحه ومساعد الطبيب يشيل الصفحه والدكتور يطلع الصفحه. نعم ويبيع الصفحه. نعم اوكي عزيزي. نعم يعني ما. وبالنسبه للاصلاحات، اسمع الشباب اللي يسولفون قبلي، الاصلاحات اللي سواها ترى انا حاب اقول لكم هاي الفتره، هاي الفتره فتره شلون نقول عرض، لان هو لحد الان مو رسمي، هو ما الانتخابات يكون رسمي اذا ايضا نجح. فمن يصير رسمي ينجح، خلي اقول لهم، احب اقول لهم اشوفهم وجه مصطفى الكاظمي الحقيقي. هو شوف الاصلاحات مالته، يا اصلاحات تدري هذا الشارع ايش قد دافع؟ انا دوم وزاره الدفاع. نعم تدري هذا الشارع ايش قد دافع؟ قاعد شهاده احداثيه عندي. نعم ومن 2007 متعين. نعم دفعت 6 دولارات حتى ارفع خط واحد. نعم نعم ما حد يرفعكم. لا يعني سيد حسين احمد من صلاح الدين يقول رجع التعيينات. ايه؟ رجع التعيينات وراها كلام انتهى، قام صار الباقي الكلام كله مبررات. الرجل يعني يبدو انه هو مكيف على سالفه التعيينات ويعتقد انه هاي بهذا الموضوع انتهت ازمات العراق، انتهت مشاكل العراق. نعم يعني هذا كلام غير منطقي. كيف لشخص خرج من عمليه سياسيه يراسها المالكي والعامري والفياض وغيره من ذول اللي المتهمين بسرقه المال العراقي يجيبون شريف لبناء العراق؟ احب اقول لاخويا من فلاح الدين، ترى وزاره الداخليه محافظه، وزاره الداخليه مستلمتها بدر. نعم. وزاره الدفاع مستلمتها العصابه، فخلي يكون بعلمك انت مخاف بعيد وما في الدين. احنا نعرف وايد اشياء نعرفها. موجود. نعم. من الموجود احنا ايش نقدر نسوي الباطل بسيط. نعم نعم. انا اشكرك سيد حسين من بغداد، شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا ايهاب من بغداد، تفضل يا ايهاب. السيد إيهاب موجود؟ إيهاب فقدنا الاتصال. محمد من السعودية، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخوي محمد وكادركم المحترم. الله يسلمك حياك. بعلق على المليار، مليار الثاني اللي أرسله لإيران. طيب يا اخي منين جاب الرقم هذا السيستاني؟ رجل ذي يعني له تاجر. اتعجب مبلغ كبير يا اخي رجال الدين، ما سمعنا ان السيستاني رجل تاجر او له تجارات او يشتغل. يا اخي فيها والله يا اخوي محمد. نعم الشعب العراقي صراحه واقع في لعبه كبيره وخدمه. لازم يصحوا هذه الجماعه، يعني دجالي نصابي، لازم يصير وعي صراحة نطبع بوعي أكثر أخوي محمد. نعم نعم خلاص إن شاء الله يتبخروا مع الوعي بإذن الله، يحررون بلدهم. نعم هذا احتلال. ويعطيك العافية أخوي محمد. الله يعافيك. كان أشكرك يا سيد محمد من السعودية. مشاهدينا الكرام دعونا الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا الان السيده ام احمد من بغداد، تفضلي يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احيي قناه الرافدين الوطنيه الاصيله. حياك الله، اهلا وسهلا. موضوع الحلقه جانب الصحي. نعم. المتردي وما يعانيه العراق من هذا الجانب، كل فصل الدوله احنا عندنا تعبانه استاذ محمد. نعم. فالجانب الصحي حاليا لانه هذا مرض كورونا. نعم. ونعرف انه حتى الوفيات وصلت الى الكوادر الطبيه والصحيه والتمريضيه. نعم. قبل شهر ازمه الاكسجين وغيرها وغيرها، هذه الامور تكون مستمره. هذا العراق الجديد، عراق العصابات، عراق الميليشيات، عراق الخونه والعملاء اللي باعوا بلدهم. نعم. فالكاظمي مثل السبقوه واللي راح ياتون الى العصابات تحكم العراق. أنا مشكلتنا أستاذ محمد المتصلين اللي اتصلوا واللي بيشيدون بإنجازات الكاظمي. طيب. والآخر اللي يدين التظاهرات. هذه مشكلة العراق، بالإضافة للاحتلال، بالإضافة للميليشيات. عندنا جانب كبير بالشعب العراقي مثل هذه النماذج. لأن انتماهم وولاءاتهم للميليشيات. وتفكيرهم حدهم انه يأمنون نفسهم ما يسكنون بلدهم. سيدة ام احمد، احنا حتى نكون منصفين، الرجل ابو علي من بغداد يعني لم يكن ضد الثوره، لم يكن ضد التظاهره، لكن هو تحدث وقال، ويبدو هو مخطئ في تحليله. يعني اعتقد ان الشاب الحدث الذي اعتدت عليه قوات ما يسمى حفظ القانون شتمته بالام، عذبته وبشكل عاري، يتوقع أن هو جزء من مجموعة يعني يتعاطون المخدرات، يشوهون صورة الخيام، خيام الاعتصام. احنا حتى الآن لا ندخل الرجل في مكان هو حقيقة بعيد عنه. الرجل فقط أخطأ في توصيف حالة يقول بأنه شاهدها بعينه. نحن لا ننكر أو لا ننفي وجود سلبيات في أي مكان في العالم، في أي مكان في الأرض، لكن هذا لا يعمم وليست الغالبية. هو قال الغالبية وهذا كلام غير صحيح، كلام غير دقيق. هو هذا التعميم، هي احنا هنا هي النقطة السلبية. احنا بغض النظر عن هذا الطفل اللي هو شنو حياته قبل الواقع، احنا الواقع الحدث اللي تصور هو هذا الوحشي وهذا اللي يسيء للعراق. نعم. ويسيء الشعب، واحنا كنا ننتقد هذا الموضوع، الموضوع نعم. الاساسي بدي اتصل من اجله هو هاي النماذج، يعني اللي لحد الان مغيبه عقولها او تعرفها وتحرفها. هي هاي بدها توصلنا للاخر اللي مدخل العراقيين يتقدمون، بحيث وصلنا يعني الى نتيجه انه قناتكم فقط والمتظاهرين الثوار تشرين هم فقط الوطنيون. نعم. نعم. سيدة ام احمد احنا بدنا نتقدم. نعم، تفضلي تفضلي. نعم هم نعم، لكن هذه النماذج تظلنا متغلغلة. نعم. لأن عندهم انتماءات وفوائد ومستفادين من هذه الأحزاب. طيب، وضحت الفكرة سيدة أم أحمد من بغداد، أنا أشكرك. أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. تحية لك وتحية للقناة، تحية لكادر الحرب. الله يبارك فيك. للمتصلين، تحية للشعب العراقي. أستاذ محمد، بالنسبة للخدمات بالنسبه للكاظمي، هم الكاظمي نفسه اللي سبقوه، يعني نفس الاستاذ، هم اتوا رجموا بالكاظمي الميليشيات. رجموا بالكاظمي ليس من اجل ان يصلح، رجموه عشان يغطي على القتله وعلى المجرمين. نعم. وعلى السراق، هم اتوا بالكاظمي مو عاجبين ابوه باخلاصه للوطن، يعرفونه هو توهم يعرفونه، ولو ما يعرفونه ما يحطونه رئيس وزراء، يعرفون انه تحت سيطره الميليشيات ولا يخرج عنهم نهائيا، وهو فاسد اصلا. أما يعرفونه وهو فلا في أمل إلا بإسقاط النظام من أساسه. من الكاظمي، أنا أقول هذه الشكولاتة، هذه كلها خونة، كلهم تابعين للميليشيات، ولا هم العراق، أهم شيء عندهم السرقات وتنفيذ أوامر الأحزاب الميليشياوية الإجرامية التي هي وصل آثارها إلى لبنان وإلى سوريا من الدمار. فهذا النظام لا يمكن منه أي خير، أي شيء يمر على ما يسمى بالبرلمان العنصري، هذا الفاسد البرلمان.
لا يمكن ياتون برجل مصلح للعراق، وانما طيب. ياتون بالفاسدين والخونه، ولم يتغير شيء الا بخطوه كامل مع برهان صالح مع البوسي كله طيب. كامل وتحيه لك. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. علاء من بغداد، تفضل يا علاء. علاء. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك، تفضل. بس انا يعني مثل من السيد رئيس الوزراء مثل الكاظمي. ايش بي؟ نطلب من مصطفى السيد مصطفى الكاظمي يوقف رئيس معاهم، انا موجود اللي ست يوم ونص. ما فهمت ما فهمت علاء علاء ما فهمت شنو اللي تريد تقوله، صوتك ما واضح. اطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. اي. أن يوفر راتب للمتقاعدين. يوفر راتب، يعطي راتب المتقاعدين تقصد؟ إيه. نعم. طيب. يعني أنت عندك، أنت عندك حالة يعني أكو بعائلتكم حالة شخص متقاعد مدى ياخذ راتب؟ علاء. علاء تفضل حبيبي. من وياي؟ وياك علاء. علاء حضرتك علاء؟ اي نعم. تفضل. يا تفضل كيف؟ عم تحكي عم تحكي سيد علاء، والله صوتك ما واضح، ما افهم ايش تقول. يلا طيب، شكرا يا سيد علاء. ابو صالح من صلاح الدين، تفضل. استاذ محمد. حياك الله، اهلا وسهلا. انا بيك انت علم والله علم. الله يبارك بيك يسلمك. على كورونا. نعم. استاذ محمد، انا انصبت بكورونا وانا انصح اخواني العراقيين. نعم. عليهم انا اخذ من عندي، انا ظليت 15 يوم شيء. حضرتك شنت مصاب؟ عليهم بالبصال، عليهم بالبصال وعلى الجسم والبرتقال والنوم حامض. ما بيدهم غير، ترى ما بيدهم لا اكسجين ولا وش. حضرتك كنت مصاب؟ اي انا مصاب والحمد لله شكر، طبت انا من صلاح الدين. الحمد لله على السلامة. رحمة الله على والديك. الله يسلمك. وانا انصح اخوان العراقيين عليهم بالبرتقال والنوم حامض والبصل يزرمه يخليه على صدره ويحطه بخشمه ما يشتم بصل. هسه انا لحد ما اشتم، قال لي شهر ما اشتم. نعم. اي. فانا انصح اخوان العراقيين، وانا اعتب على استاذ عمر ذاك اليوم. نعم. قبل ثلاث ايام بالبرنامج ماله يتصل واحد، نزل احنا عشاء ولا نبلش سوالف مال مجوس وكفره ورافضه هاي السوالف. احنا بلد واحد واحنا نريد العراق يستقر، وانتو انا صار لي 15 سنه من انفتحت القناه مره بدين، والله العظيم ما عفوا دقيقه بيناتنا. الله نتشرف بيك، نتشرف. والله العظيم انا احبها هواي، احب القناه الرابدين. بس هذه سوالف مال رافضه وهذا كفره ومجوس، هاي شوف هاي حالات سلبيه يا ابو صالح تصير بكل المتصلين. يا استاذ محمد، وانا والله العظيم قسما بذات الله انا صار لي يعني اذا مو 15 سنه 12 سنه من الفتحات ابد ما اعوفها بيناتنا الله. الله يسلمك. البرنامج مالكم بيناتنا الله، ونواد اتصل وياكم على الدوائر وما احصلكم. ابو صالح احنا نتشرف بحضرتك وبكل المشاهدين الكرام والمشاركين ويانا. الله يوليك، بس هاي يعني مال هذه السوالف يعني شو انت يعني طيب. وصيهم يعني المقدمين مثلا ومشتاق الاستاذ مصطفى فرج وماكو مشتاق له. الله يسلمك، انا اشكرك يا سيد ابو صالح من صلاح الدين. سيد ابو صالح يعني تخرج بعض السلبيات من بعض المتصلين، يعني ربما بلحظه غضب، ربما بانفعال، ربما قد يكون هو فكره سلبي تخرج، لكن يوقف عند حده طبعا، وينتهي النقاش مع اي شخص يتجاوز على اي شيء، ان كان على اشخاص، ان كان على طوائف، ان كان على دين، ان كان على مذهب، ان كان على اي توجه فكري او ديني. الأمر مرفوض تماما من الجميع، ويعني هذا برنامج محترم يقدم للعوائل وللعراقيين المحترمين المثقفين الواعين لما يحدث في العراق، ويناقش قضايا مهمة يومية للإنسان العراقي. يعني هاي السلبيات يجب أن تنحى جانبا. يعني سيد محمود من الفلوجة، تفضل. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أسأل الله يحفظكم ويحفظ العراقيين والإسلام والمسلمين في مساحة الأرض المباركة. حياك الله. أريد أحكي وياك لأنه يقول الشمري لي حد العظم مثل الطرفين وطعنونا بالظهر بالسيوف غدار. طيب. أريد أحكي وياك بالتليفون مو على الإذاعة، ممكن تليفونك الله يرضى عنك. برا البرنامج تريد تتكلم؟ لا احكي وياك خصوص بعد البرنامج. طيب ماشي، شكرا يا سيد محمود من الفلوجه، انا اشكرك للمشاركه. السيد ايهاب من بغداد، تفضل يا ايهاب. ايهاب ايهاب سيد إيهاب، أرجو منك أنه تنصل صوت التلفزيون واسمعني من التليفون رجاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام إيهاب، نصل صوت التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. بسبب ما كورونا هاي احنا عندنا مستشفى يمنا، مستشفى المحمودية. نعم. المصابين يدبوهم بالحديقه والعالم وقته، والله نعم. ما عندنا علاجات وما عندنا اوكسجين. نعم. وهسه واحد قبل شويه طلع مال على مال الكاظمي يقول رجع التعيينات ورجع الهاي، احنا كنا نداوم. نعم. وصفوا عقودنا ولحد الان احنا نداوم بابناء العراق. واحنا ايش قد راحت لنا الشباب من عندنا. نعم. ولحد الان معلقين شغلتنا، لا رجعونا. ولا يوميا يعطونا امل والله تسووا مظاهرات حتى ترجعون. نعم. واحنا جا طالعين يا المظاهرين ولحد الان ما اعطونا كلش ده وما رجعونا، هو راتبنا كان 500 نزلوه سووه 250. نعم. ويجينا مسؤول يقول تعطونا نص نخليكم تداومون، ما تعطونا نص ال 250 يعني؟ 200 وكانوا يعطونا 500 250. وفصلوا حوالي من عندنا 4000 كيف ما انطوا نص الراتب. نعم. وذولا وينهم حين يرزقون؟ هم المسؤولين نفسيا بعدهم موجودين. وبالضبط نعم. موجودين. وفصلوا عقودنا واحنا كنا يعني كنا اجرارات وكنا تعرف انت هاي الحاله. نعم. نعم. وما لا رجعونا وخلونا عاد على 250 عاد نعيش عوائلنا. نعم. نتبع مال الايجار قطعوها كلها عنا. نعم. وهسه مأمنين اليوم باكر اعطونا معلومات اعطونا مستمسكات ولحد الان كلش جمع. نعم. وطالعين احنا واخواننا بالمساحه التحرير بس كل شيء ماكو نتيجه عندنا، وهسه طلع واحد يقول هاي الكاظمي رجع وما ادري. نعم. كل شيء ما رجع. نعم. رجع بس الواسطات والاحزاب رجعها، واحنا ابناء العراق لان احنا على العشائر ما رجعنا ولا حد يداعبيني. وصلت يا سيد إيهاب، والله يكون بعونكم ونتمنى رسالتك وصوتك يوصل للي يعتقدون أنه الكاظمي يسير على طريق الإصلاح. أم محمد من الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخويا معتقل. نعم. هاي خلصت واحد من الحرب، ما صار 4 سنين احنا ما نعرف. نعم. لقينا يعني الصليب الاحمر يعني ناخذ الرسائل ماكو يعني نريد نعرف وينهم وين مصيرهم وين صاروا. نعم. يعني احنا من الجيش حررنا وهذا غير يعني يطلعونهم لو خطوهم مع الدواعش بس مخلوقين ما نعرف عنهم شيء. طيب. هاي صار 4 سنين احنا ندور ماكو. وكيف يطلعون صوتنا شويه يعني المظلومين يطلعون. ان شاء الله ان شاء الله. نتمنى من الله ان يفرج عن جميع المعتقلين الابرياء. ان اشكرك يا سيده ام محمد. فيما تبقى من لحظات نقرا سريعا ما ورد لدينا. السيد ابو حاتم من الموصل يقول بعد التحيه والسلام، يقول اريد اوجه رسالتي لقاده التظاهر والمتظاهرين في ثوره تشرين المباركه ان يتوجهوا الى مقرات وزاره العدل والمحكمه الاتحاديه العليا في العراق ويتخذون منها مقرات لقيادة ثورة تشرين المباركة. في رسالة لدينا من السيد رائد النجفي، رسالة طويلة لكن سأختصر قدر المستطاع. يقول أخ محمد، السستاني وابنه محمد رضا
يعني يقول رأس المشاكل في العراق هم من مهد للاحتلال الأمريكي ليس حبا به لكن من أجل فرض الاحتلال الإيراني. شكرا يا سيد رائد. في رسالة من السيد أبو ضحى من بغداد يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. قبل قليل أبو علي يشوه سمعة المتظاهرين، أقول له حسن ألفاظك عندما تتكلم على ثوار ثورة تشرين، تكلم على هؤلاء الميليشيات والعصابات. ويقول أحمد من صلاح الدين يقصد: الكاظمي رجع التعيينات، وعندما هجروا جرف الصخر واعتقلوا الكثير من الأبرياء ودمروا المساجد والمنازل، والكاظمي عندما استلم المنصب وضع يده في يد الميليشيات، لماذا لا تتكلمون عن هؤلاء العصابات يا أحمد ويا أبو علي؟ طيب، وصلنا إلى ختام الحلقة لهذا اليوم. قبل الختام ننوه مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 1727 أفقي على مدار القمر نايلسات كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.